مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، موضوع اليوم مثل ما شفتوا مسلسل Game of Thrones أو لعبة العروش، المسلسل الفانتازي الملحمي اللي اجتاح شاشات التلفزة والمواقع وحصل على نسبة هائلة جدا من المتابعين حول العالم. المسلسل اللي مستمد من رواية أغنية الجليد والنار اتألف من سلسلة أجزاء، آخرها كان الجزء الثامن يلي من المقرر عرضه بمنتصف الشهر الجاري. وطبعا هالمسلسل مو بس اجتاح العالم كنسبة مشاهدة، كمان كأماكن ومواقع تصوير، فتصور المسلسل بأكثر من 9 دول بمختلف القارات، واليوم جمهوره ناطرين الجزء الأخير منه بفارغ الصبر. وقبل ما يبدأ الموسم الأخير رح نحكي عن 10 حقائق غريبة ومفاجئة عن مسلسل Game of Thrones، خليكن معنا. وكالعادة مشاهدينا ما تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تستمروا بدعمنا على الدوام. إذا مشاهدينا مستمرين مع 10 حقائق وأسرار عن مسلسل لعبة العروش، خلينا نتعرف عليها قبل بداية الموسم الأخير. والبداية رح تكون مع الشخصية الأبرز بالمسلسل، شخصية الملك جون سنو. والمعلومة هي أنه ببداية تصوير المسلسل وقع الاختيار على الممثل الإنجليزي إيوان رايون ليجسد شخصية جون سنو، أحد أكثر الشخصيات المسلسل شهرة وشعبية، إلا أنه وبعد أدائه لعدة مشاهد قرر المشرفين على المسلسل منح شخصية جون سنو للممثل كيت هارينغتون، أما إيوان رايان أعطوه الشخصية الشريرة بالمسلسل، شخصية رامزي بولتون. وبتصريح للممثل إيوان لصحيفة التلغراف البريطانية أكد أنه قدم شخصية جون سنو ولكن لم يحصل على الدور، والشخصية اللي حصل عليها هي رامزي بولتون، واللي ما كان بيعرف أي تفاصيل عنها غير أنه راح يجسد شخصية الصبي، وهالشي كان حرصا من إدارة المسلسل لعدم تسريب أي معلومة عن الشخصيات. وبالانتقال للمعلومة الثانية اللي راح نحكي فيها عن سرية العمل والغموض الكبير حتى على الممثلين فيه، لدرجة أنه ما حدا من الممثلين بيعرف إمتى الكاتب بيقرر ينهي وجود شخصيته. وطبعا هالشي كان من أهم الأسباب اللي ساعدت على نجاح المسلسل بشكل كبير، فكان كتاب السيناريو يخبروا الممثلين بنبأ وفاتهم وانتهاء دور شخصياتهم بالمسلسل قبل ما يحصل الممثل على سيناريو الحلقة الجاية من المسلسل، بل أحيانا خلال التصوير. حتى أنه أحد كتاب السيناريست اعترف بخوف الممثلين لما يتم التواصل معهم للحديث بمواضيع مختلفة وأحيانا بتكون بعيدة عن المسلسل، وكان بعض الممثلين يخافوا من أنه هالاتصال رح يحمل نبأ وفاتهم خلال أحداث الحلقة المقبلة. أما المعلومة الثالثة فهي الممثل الأعمى بالحقيقة كان أعمى. من أكثر الأمور الجميلة بالفن والدراما هو تقمص الشخصية بشكل دقيق، لدرجة الانسجام الفعلي والكلي بين شخصية الممثل الحقيقية والشخصية اللي عم يجسدها. ولكن بمسلسل Game of Thrones كان في بطل أدى دور خلاه يترشح لجائزة بافتا، وهو الممثل البريطاني بيتر فوغن اللي جسد شخصية الرجل العجوز الأعمى إيمون تارغاريان، واللي بالفعل كان ممثل بالحقيقة كفيف أو أعمى بشكل جزئي. طبعا تألقه بهالدور خلاه يترشح للجائزة اللي ذكرناها باستحقاق قبل وفاته بنهاية العام 2016. أما المعلومة الرابعة لليوم هي علاقة الحب اللي جمعت بين الليدي سانسا والذئب ليدي. مثل ما نعرف الممثل الجميل صوفي تيرنر اللي جسدت شخصية سانسا ستارك نمت بينه وبين الكلب زوني اللي كان بالمسلسل الذئب ليدي علاقة حب طريفة، ويبدو أنه سانسا ستارك ما اكتفت ببقاء الذئبة معه بالجزء الأول وحبت أن تكون معه على طول، فقامت الممثلة صوفي بتبني الكلب وصار حيوان الأليف مو بس بالمسلسل كمان بالواقع. وبتصريح لصوفي تيرنر لصحيفة كونفينتي تيليغراف تحدثت عن حب للذئب الخاص بشخصيتها بالمسلسل، وحققت الأمنية اللي كانت تحلم فيها بأنه تحصل على الكلب، الشيء يلي كان مرفوض تماما من قبل والدها. بعد ما المخرج قرر قتل شخصية الكلب زوني يلي كان بالمسلسل الذئب ليدي، سارعت صوفي بتبنيه مباشرة. وصلنا معكم مشاهدينا للمعلومة الخامسة، وهي انه مسلسل لعبة العروش انقذ مواطن ايرلندي من الافلاس. الجدير بالذكر انه مسلسل Game of Thrones كان له مواقع تصوير مختلفة بعدة دول، ومن هالدول كانت ايرلندا الشمالية يلي تم فيها تصوير مشاهد ما وراء الجبل. وأثناء تصوير أحد المشاهد في مواطن أيرلندي اسمه كيني غرايسي بيملك مزرعة للمواشي،
المواطن كان على وشك الإفلاس وخسارة مزرعته، إلا أنه بفترة الإعداد لتصوير أحد المشاهد بالقرب من البلدة اللي هو فيها احتاج طاقم العمل لعدد كبير من الماشية، الشيء اللي كان من مصلحة غرايسي طبعا لأنه طلبوا منه شحنة كبيرة من الأغنام والمواشي، وتم دفع مبالغ كبيرة جدا لكيني غرايسي ساهمت بإنقاذه من الإفلاس يلي كان قريب منه جدا. الله يطعمنا شوية حظ مثل حظ كيني غرايسي. أما المعلومة السادسة عن مسلسل جيم اوف ثرونز هي أنه تكاليف الحلقة الواحدة تبلغ 6 مليون دولار تقريبا. احتل مسلسل الفانتازي المرتبة الثانية تاريخيا بعد مسلسل فريندز من ناحية التكلفة. المسلسل اللي من إنتاج شركة HBO كانت تبلغ تكلفة تصوير الحلقة الواحدة فيه بشكل متوسط 6 مليون دولار، وببعض الأحيان كانت تتخطى هالرقم، ففي بعض الحلقات مثلا وصلت التكلفة لما يقارب 8 مليون دولار، الشيء اللي بيخليه من أكثر المسلسلات تكلفة مادية. معلومتنا السابعة لليوم بتقول أنه عدد القتلى بالمسلسل تجاوز 150 ألف، وفقط 5 حلقات خلت من القتل. كل يلي تابعوا هالمسلسل أكيد بيعرفوا أنه من أكثر المسلسلات يلي شهدت عنف وقتل ودماء، ولكن الفضوليين مثلنا مثلا كتار وقاموا بتعداد القتلى من بداية عرض المسلسل بسنة 2011 حتى آخر حلقاته، وشمل الإحصاء الممثلين الغير معروفين يعني الكومبارس بالإضافة للنجوم بالإضافة للحيوانات، وبلغ الرقم بشكل تقريبي 150,966 ضحية، الشيء اللي بيخليه من أكثر الأعمال يلي شهدت حلقاتها العنف والدم، والشيء يلي خلى المسلسل يتميز بشكل أكبر هو عدم قدرة المتابع المراهنة على بطل فيه، يعني أي بطل ونجم ممكن بالحلقة الجاية يكون هو الضحية، فهالمسلسل يتميز بقتل الشخصيات الرئيسية بشكل واضح لدرجة أنه فقط 5 حلقات من كل الأجزاء المسلسل ما تعرضت فيه ولا شخصية للقتل. وصلنا معكم المشاهدين للمعلومة رقم 8 اللي بتحكي عن اكتشاف لغة جديدة وحقيقية. من أكثر الأمور الملفتة للنظر بالمسلسل هي لغة الدوثراكي، هاللغة اللي كنا نسمعها بالمسلسل أنشأها عالم اللغة ديفيد بيترسون، وطور بهاللغة حتى وصلت عدد كلماتها ل 3700 كلمة، إضافة أنه هاللغة صارت متاحة لكتار من الناس ليتعلموها، حتى أنه بسنة 2014 نشرت Living Language دورة محادثة بتخليك تحكي وكأنك أحد شخصيات المسلسل. وصلنا مع بعض مشاهدين للمعلومة قبل الأخيرة يلي بتقول أنه مسلسل Game of Thrones هو المسلسل الأكثر تعرضا للقرصنة عبر التاريخ. من الطبيعي جدا العمل الضخم وصاحب أكبر نسخة متابعة عالميا تكون الأضواء والعيون دائما مسلطة نحوه، إلا أنه كتيرين الغلبة كتار بهالعالم، ودفعت شركة الإنتاج HBO ثمن هالنجاح الكبير بتعرضها لعدة محاولات قرصنة لسرقة حلقات المسلسل، والشيء اللي خلى متابعين المسلسل يتابعوه بطرق غير شرعية بعد محاولات القرصنة اللي تمت، الأمر اللي انعكس على الشركة سلبا وخسرها مبالغ وأرباح طائلة، لدرجة أنه أخذت كامل الاحتياطات بموسمها الأخير واللي رح نشوفه قريبا لتمنع أي محاولة اختراق أو قرصنة. مشاهدي ومتابعي قناة قصة حياة، وصلنا معكم لختام المعلومات والحقائق عن مسلسل Game of Thrones، والمعلومة العاشرة رح تكون على شكل سؤال: هل سمعت ألبوم الراب الخاص بسلسلة المسلسل؟ شركة HBO ما اكتفت بالعمل الدرامي الفانتازي، كمان اتجهت للفن من الباب الثاني وهو الغناء، فأنتجت الشركة ألبوم كامل مع الأغاني الخاصة بالسلسلة، وحمل الألبوم اسم Catch the Throne واللي طرحته بشكل مجاني على موقع ساوند كلاود، وكررت هالشي قبل الجزء الخامس، واحتوت عدد من أغاني الميتل، ومن أشهر الأغاني فيه The Oath, Lannister's Anthem و Mother of Dragons. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.